سابها صاحب طول القامة أحمد كوكا اللي يلعب في البرتغال مع نادي الرياضي. كرة داخل منطقة، محاولة خطيرة راسية والهدف يأتي، الهدف يأتي لصالح المنتخب المصري. رامي ربيعة، ربيعة يتمكن من وضع الكرة داخل الشباك، راسية ولا أروع من المدافع المصري اللي يتطاول الكرة كما ينبغي ويسكن الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم المنتخب المصري. المنتخب المصري يتقدم 1-0. منتخب الفراعنة بحث عن فرصة للتسجيل، بحث عن بصمة فوجدها المدافع ربيعة بهذا الارتقاء الرائع. ربيعة يضع الكرة في المرمى ليضع مصر في المقدمة. أمامنا الإعادة من جديد في رأسية ربيعة اللي تتجاوز مهارة الحارس نسيم التورش وتعلن عن تقدم مصري 1-0. المنتخب المصري يتقدم على صعيد النتيجة بهدف المدافع رامي ربيعة. تتغير